ليش عم تستثمر بعملة يلي هي بنفس الوقت أداة مراقبة للحكومة؟ شو الهدف من إنه تعمل investment بالكريبتو بلا كريبتوغرافي، يعني بعملة مشفرة بس بلا تشفير آمن؟ وين النزاهة؟ الفكرة الأساسية يلي هي وراء اختراع الكريبتو مسجدة بعملة واحدة واللي قادرة تعطيك السلطة الكاملة لأنها غير قابلة لأي نوع تحكم خارجي أو تغيير. هيدي العملة بس يلي عم تبني الأرضية الكاملة للتحصين من الرقابة والمراقبة والسلطة العامة. بس عملة واحدة بالكريبتو سبيس فيها كاب أو موجود منها بعدد أقصى ما بيتعدى 21 مليون، شبكات إنترنت خاصة مع تشات رومز، مواقع تواصل وإي ستورز من دون مراقبة أو إعلانات، منصة إلكترونية لا مركزية ما بتطلب KYC أو معلومات شخصية ولا احتيال أو ضرائب. عملة أثبت الوقت حكمة ذاتي وبنفس الوقت قدرتها على تمويل ذاتي وقدرت للتأقلم مع ملايين بخزينات وضايع. عملة جدية بلا عملاء ولا أتباع أو شركات أو حكي فاضي. الكريبتو الوحيدة يلي بقدرتها تعطيك السلطة الكاملة، كل شي تاني كذب وتضيع وقت. الثورة الحقيقية لا مركزية، شاركنا فيها. ساتوشي مات، صار وقت ديكراد.